وزارة العمل توزيع رواتب الحماية الاجتماعية خلال اليومين المقبلين. السلام عليكم متابعين الكرام، قبل البدء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية خلال اليومين المقبلين، وقال مدير الإعلام نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية أنه سيتم توزيع رواتب الحماية بشكل يدوي أي ظرفية خلال اليومين المقبلين على 4 ملايين شخص، مبينا أن حوالي 150 شخصا من ذوي الإعاقة الاجتماعية سيتم توزيع رواتبهم عبر الماستر كارد عدا إقليم كردستان. وأضاف العقابي أننا نحتاج إلى وقت طويل إذا أردنا تسليم الراتب بشكل يدوي، لأننا نخشى على الناس من البصمة المتتالية لانتقال فيروس كورونا، ولا يمكن اختيارهم لأن الأعداد كبيرة، مطالبا المواطنين بالابتعاد فيما بينهم أثناء صرف الراتب. وأشار إلى أن الوجبة الثانية سوف تتأخر لمدة شهرين.